لايف سبور، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أهم وآخر الأخبار الرياضية في لايف سبور. أصدر النادي البنزرتي بلاغا كان أكد من خلاله أنه تقرر تحديد يوم 9 أوت موعد جديد للجلسة العامة الانتخابية، وذلك إثر عدم ورود ترشحات لرئاسة وعضوية الفريق. عاد متوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي أيوب عياد بعد نهاية إعارته مع فريق أهلي طرابلس إلى صفوف فريق جوارة الساحل، ومن ناحية أخرى فإنه عاد كل من حسام بن علي بعد نهاية تجربته مع الاتحاد الليبي ولؤي بن حسين من اتحاد تطوين، وباش تنظر اللجنة الفنية لفريق جوارة الساحل في الوضعية متاحهم في علاقة بالمواصلة صلب الفريق. عاد الموريتاني اسماعيل دياكيتي الى صفوف فريق عاصمه الجنوب النادي الصفاقسي، بينما تواصل غياب المهاجم فراس شوات والثنائي وليد القروي ونور الزمان الزموري الى حد هذه اللحظه مازالوا ما جدوش العقد نتاعهم. ادخل وسام يحيى منذ فتره في مفاوضات مع الهيئه المديره للنادي الافريقي من اجل تجديد عقده مع الفريق، وتوصل وسام يحيى لاتفاق مع رئيس النادي يوسف العلمي على توقيع عقد جديد مدته موسم وحيد. وخلينا نذكر انه وسام يحيى كان انقطع عن كره القدم منذ الموسم الماضي بسبب خلاف مع المدرب منتصر لوحيشي قبل ان يدخل في خلاف مع الاداره حول مستحقاته الماليه. كان حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم قضية اللاعب التونسي حمدي النجاز ضد فريق والسابق أهلي جدة السعودي لصالحه، وألزمت الفيفا أهلي جدة على دفع مبلغ مالي ضخم للنجاز 900,000 دولار، ما يقارب 3,260,000 دينار، بعنوان فسخ العقد من جانب واحد. أكد موقع جول المصري أن فريق العربي القطري والاتحاد السعودي مهتمان بخدمات الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، وكان ذكر الموقع أن الجزيري يفضل الاستمرار مع الزمالك لفترة إضافية، خصوصا وأنه يمر بانتعاش مع الفريق بعد التتويج بلقب كأس مصر. عالميا فإنه كشف التقارير صحفية أن لويس سواريز سيعود إلى موطنه تحديدا إلى الفريق اللي كان بدأ معاه مسيرته الاحترافية نادي الناسيونال دي مونتي فيديو خلال الميركاتو والصيف الحالي، وذلك إثر نهاية عقده مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في شهر جوان. نختم أخبارنا الرياضية بمعلومة صحية تساعد رياضة السباحة على حرق السعرات الحرارية أكثر من غيرها من الرياضات، وهي رياضة فريدة توفر فائدة عقلية وعضلية إلى جانب الاستمتاع. كانت هذه أهم وآخر الأخبار الرياضية. نذكركم أخبارنا ديما متواصلة حتى تمتعنا تروى دبلو في الحياة فهم بونات. أجمل تحية حسام الرابحي وبقية متابعة طيبة لبرامج الحياة فهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM.